السلام على أسير الكربات، السلام على قتيل العبرات، السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه، ويا صفي الله وابن صفيه، يا حامل الرأس في العشرين من صفري، أحرقت قلب المنبى سيد البشري، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفري، آل النبي الذي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكوف منه بري، يا مؤمنون احزنوا فالنار شاعلة، يا مؤمنون يا مؤمنون احزنوا فالنار شاعلة، ترمي على يا عروة الإيمان بالشرر ولهفتاه لبنات الصبط حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفري، رمينا بالنفس من فوق النياق إلى لما رأوا الأيتام عمتهن زينب السيدة الجليلة الوقور قد رمت بنفسها على قبر الحسين، أيضا صنع أولئك الأيتام مثل عمتهن زينب، رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري، فلو ترى أم كلثوم والها مناشدة وتلثم ترب الطف كالعطر، لأن يقول رحمك الله يا سيد هاشم. أنا كنت بقرأ قصيدة أخرى لكن ذكرت على أننا بجانب السيد، ما يصير نتخطى قصيدة من سوء الأذى. آه يا 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 فلو ترى أم كلثوم والها مناشدتين وتلثم ترب الطف كالعطر، يا ويلي يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تهيلوا تربايا، يعني شنو لا تهيلوا تربا على قمري، مو دفنوا الجسد، قالهم جايين بالراس والآن بيحفرون القبر وبعيدون الرأس إلى الجسد. يا دافن الرايس عند الجثة احتفظوا بالله لا تهيلوا تربًا
على قمري بعد قال رشوا على قبره ماء. رشوا على يا قبره ماء فصاحبه معطش بللوا أحشايا بالقطر بعد لا تنزعوا أسهما لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبايات خوف يفور دم يطفو على البشري لا تغسل الدم عن أطراف لحيته أقبل الدم كالميزاب أخذ الحسين منه وخضب لحية وقال هكذا ألقى ربي لا تغسل الدايام عن أطراف لحيته خلوا عليه خضاب الشيخ في الكبري تدفن الطفل لا تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليوت فالصغر لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فإنه جسمه حتى اليدين بري أنا يا ليتني جدام كل واحد من الناس والثم ضريح ابن النبي طيب إلى أنفاس وصيح يا المدفون بس جثة بلا راياس لجلك لواصل بالبجين هاري معلي أنا عندي عن ابن الهاشمية خبر تأكي يرجع سلام اللي يسلم لوم نبعي الشباك بلي ما بين قبر ابن النبي عفر الخد يا زاير ضريح حسين مني بلغ رسالة الزم للضريح وصيح دمع العين هما لقل لصدق يا ابن النبي صدرك وطاه الشمور بن عاله يا ولي وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك ننسى وسهم القاب صدرك يا حمانة فتنا وفت قلوبنا ونكس لوانا تقطيع جسمك بالثرى قطع معانا يا خيل وطت صدرك على حر الوطن داست يا ابن حيدر على قلوب المحبين بقلوبنا نخليك عارب غير تجفي ذبح الطفل انساه
حسين لا ينسر كوب الوديع على المطي يا حسين كلنا نعتني لك كربلا بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور ننزل الحاير بالبواجي ولطف ونحوم مثل الجلب لو فارق حمية ولكن الأمر لله. قال الجليل في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من ضمن آثار زيارة الأربعين بالذات زيارة الأربعين من ضمن آثارها أنها تصلح النفوس وتصعد بهم إلى أعلى درجات الإصلاح الديني. هناك عدة موارد للإصلاح، هناك الإصلاح الفردي، هناك الإصلاح الاجتماعي، هناك الإصلاح السياسي، هناك الإصلاح الاقتصادي، هناك الإصلاح العسكري، تهيئة الناس لاستقبال صاحب العصر والزمان، هناك الإصلاح التعبوي، هناك الإصلاح الفكري والعقائدي. فتقريبا أحصى في دراسة في مجلة الإصلاح الحسيني اللي هي وصلت الآن إلى فوق 25 عدد من إصدارات العتبة العباسية المقدسة، تقريبا في دراسة لأحد الباحثين 12 إصلاح، يعني أثر من آثار الإصلاح في الحياة تمارسها زيارة الأربعين والزيارة بشكل عام، ولكن بالذات زيارة الأربعين لها خصوصية سوف نشير إليها الآن. أنا اخترت هذا النمط من الإصلاح، الإصلاح الذاتي أو الفردي، وهو إيصال تقريبا الإنسان المؤمن إلى أعلى درجات التقوى التي هي من الأهداف المهمة للقرآن. القرآن من بدايته إلى نهايته يؤكد على التقوى وأن رأس مال الإنسان المؤمن هو التقوى، وهذه التقوى لها مراتب، مرتبة الحذر الجانب السلبي بمعنى الاتقاء، وهناك مرتبة أعلى وهي مرتبة الجانب الإيجابي الذي يعبر عنه في اللغة الدينية وفي الروايات بالورع، الذي يقول أمير المؤمنين في دعاء كميل، يشير إلى الاثنتين معا، يقول سلام الله عليه بعد أن يذكر الجوارح يذكر الجوان، قال واشدد على العزيمة جوانحي، اشدد على العزيمة الجوانح يعني الداخل، خلني من الداخل أنا مشتاق إلى الله، محب إلى خدمته، إلى الورع. هذا الورع هو عمل الجوانح، عمل القلوب. بعد قال قوي على خدمتك قبل هذه الفقرة، وقوي على خدمتك جوارحي يعني الإيد العين، قوها على الطاعة، لكن القلب اشدده. هذا القلب هو الورع، ذاك هو التقوى العادي اللي هو الاتقاء الجانب السلبي الخوف. القرآن عرض أيضا قرب المتقين إلى الله، فقال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر، في وين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
هذا الآن بيتبين شموخ أهل التقوى وكيف نحصل على التقوى. إذن التقوى من الأمور المهمة التي لا نقاش فيها، هذه عصارة الآيات وخلاصة الآيات. ومن هنا قال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الآية التي صدرت بها المجلس يقول هناك مقدار من التقوى بحيث أنه لا يوصف ولا يحصى ثوابه، إليهم مثوبة، بس هاي المثوبة شلون ما بينها. قال في بيان جواب الشرط في بداية الآية، كان صدر الآية بأداة الشرط، ولو، لو هذه من أدوات الشرط، يقولون تحتاج إلى شنو؟ إلى فعل شرط وإلى جواب شرط. تقول إذا جاء زيد، خب إذا جاء زيد شنو أسوي فيه؟ هذا أنت ذكرت بس الشرط، يحتاج تذكر جواب الشرط. إذا جاء زيد يبقى السامع منتظر، يقول شنو أسوي فيه؟ يقول مثلا سلم عليه، أكرمه مو ضربه. إذا جاء زيد فأكرمه أو فاستقبله، هذا جواب الشرط. الآية الكريمة المفروض أيضا أن يذكر جواب الشرط، لكن الآية ما ذكرت جواب الشرط. يقول في بيان من آمن واتقى، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، بس ما جاب الجواب جواب الشرط، لمثوبة من عند الله خير، لكن هذا لأنهم يشككون ما راح يعرفون. لو كانوا يعلمون، لو كان هؤلاء يعلمون كان عرفوا حجم الخير، عرفوا المعنى. لماذا لم يأتي بجواب الشرط؟ قال لأنه يريد أن يقول لا يوصف، مقداره كبير، نوعيته كبيرة، يكون تروح إلى آيات أخرى حتى تعرف، تروح إلى روايات أخرى تحلل هذا المقدار حتى تعرف طبيعة هذه التقوى. إذن الخلاصة يعني التي وصلنا إليها، إن أعلى درجات الإصلاح الذاتي والنفسي بحسب القرآن هو قضية شنو؟ الوصول إلى مرتبة من مراتب التقوى جدا عالية. هذه التقوى تحصل للذين يزورون الحسين، ما أقول كل واحد زاره، في ناس يزورون لأغراض دنيوية، في ناس يزورون وما يعون حجم الزيارة، يمكن يحصلون على الحكم ما للمتقين في يوم القيامة بلطف الحسين بكرم الحسين. لكن في الغالب الذي يزور الحسين في مثل زيارة الأربعين ويعي فهم هذه الزيارة ومقدارها، يعرفها طبيعتها ونوعيتها ويحافظ على آدابها وشروطها، هذا سيرتقي في ارتقاء النفس في وجوداتها العالية إلى مقدار التقوى اللي تتحدث عنه الآيات القرآنية. نفس الزيارة تعطي هذا، كيف؟ لأن هذا المقدار يتحصل من عبادات الإنسان، يعني الإنسان الذي يريد أن يرتبط بالله حتى يعرف الله يرتبط من خلال شنو؟ الصلاة مثلا، عبادة من العبادات، مثل الحج، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الاعتكاف. الزيارة، زيارة الأربعين ماشيا على القدمين، توفر للإنسان جوا خاصا عباديا طويلا. يعني في ناس يطلع من بيته ويوصل عقب 20 يوم، وفي ناس عقب شهر، وفي ناس عقب 4 أشهر، وفي ناس 6 أشهر. قبل ما أجي من مشهد أيام، يعني قبل محرم، أنا كنت في أيام ذي الحجة هناك، طلعت قافلة تمشي من قبل محرم أيام ذي الحجة، طلعت من هاي الأيام آخر ذي القعدة تقريبا قبل ذي الحجة، وانت جاي طالعة من خراسان، يمشون من مشهد مشي إلى وين رايحين؟ إلى زيارة الحسين. في ناس يجون من باكستان، في ناس يجون من أقاصي البلدان،
وتتعجب يعني كيف يعبرون وكيف يوصلون ويمرون بمشاكل فترة طويلة. إذن هو في جوع عبادة. شوف أنت إذا تتعبد الله 3 أيام في فريضة في عبادة الاعتكاف تحصل على صفاء عجيب. هذا لأن أكثركم لعلهم جرب عبادة الاعتكاف 3 أيام يحصل على صفاء خاص، صفاء عجيب غريب، ويكون جدا قريب من الله. هذا الصفاء يجعله جدا قريب من الله، حتى أنه لما كنا في قوم كان يجون طلاب الجامعات، دكاترة المدرسين في الجامعات طلابهم يجون يعتكفون في هالثلاثة الأيام التي تتاح للاعتكاف، لأنهم يقدرون الصفاء اللي يفيدهم في الحياة، يفيدهم حتى في حل المشكلات العلمية. هذا الصفاء اللي يصير في أنفسهم، فارتقاء في النفوس. إذا كانت العبادة أطول سيكون عطاؤها أكثر. هذا يخرج فترة طويلة ما يرفع رج ويضعها إلا وكتب له 1000 حسنة، محي عنه 1000 سيئة. ارتفع الله أعطى 1000 درجة. وفي رواية أخرى مضافا لذلك يقول على أنه إذا وصل إلى كربلاء وكل الله به ملكين. هذان الملكان ماذا يصنعان؟ قال ما خرج من فمه من خير، تكلم كلام جميل حسن، كتب الثواب. ما خرج من فمه من شر من سوء ما يكتبونه. هذا تقديرا للحسين، تقديرا لأبي عبد الله، هذا من زوار الحسين صار له وسام خاص. عادة اللي يروح ما نيته يعصي، رايح شنو؟ يطيع الله. فلما يصير بهذه الكيفية والثواب ما شاء الله الذي يذكر لزوار الحسين، هنا يعني يصل إلى حالة من القرب، وهذا القرب هو الذي يجعله في رتبة عالية من أهل التقوى. أضيف إلى هذا أمر ذكره آية الله الشيخ البشير النجفي حفظه الله، ذكر محاضرة أو قسم منها بالفارسي هكذا يقول عن قضية التقوى. يعني هو يتعرض لتفسير آية غير الآية اللي أنا ذكرتها، وهي في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. خب سيق من السوق، يعني من السحب، من الشد، من الدفع، عنف يعني، في مو رفق عادة. زين، الآية اللي قبلها تتحدث عن أهل النار، خب واضح أنه يسوقونهم للنار، ما حد يريد يدخل النار، يأخذون بيودون إلى جهنم يسحبون سحب، ما يرضى يدخل النار، ما يحب يدخل النار، ما في أحد يحب يضر نفسه، ولذلك يناسب التعبير وسيق المجرمين إلى جهنم شنو؟ زمرة. هذا يمكن يسوقونهم. لكن يقول الشيخ أنا سنين وأتأمل في هالآية، أطالع في التفسير، أطالع في تفسير علمائنا، ما وجدت الجواب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة. يقول بعدين شفت الروايات التي تتكلم عن زوار الحسين، عرفت خلاصة الروايات. أنا أقرأ جزء من رواية في الواقع التي هي تشير إلى هذا المضمون، كيف أن هؤلاء يساقون. وسيق الذين اتقوا، مو المجرمين، لا، الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يقول هؤلاء يكونون قد جلسوا مع الإمام الحسين يتحدثون، الناس مشغولة بالحساب، وتعرف هناك ما شاء الله عقبات، 50 عقبة يمر بها وهو رايح للحساب سنين، لأن اليوم الذي هناك كألف يوم من شنو؟ مما تعد. دول وين قاعدين؟ الناس حاسبونهم، ودول قاعدين ويا الإمام الحسين، اللي يبكون على الإمام الحسين، اللي يزورون الإمام الحسين، اللي يعشقون الإمام الحسين،
اللي يسيرون على لهج الإمام الحسين، ها دول قاعدين يتحدثون ويا الحسين، يقولون لهم تعالوا إلى الجنة، يقولون إحنا الآن ما نقدر نجي، إحنا قاعدين نتحدث ويا من؟ ويا الحسين، نريد المحادثة تطول أصلا. أنا أذكر الرواية هي تفسر الأمر بشكل أوضح من عبارتي، يقول الرواية طويلة لكن أنا اخترت الجزء الأخير، قال ما من عين أحب إلى الله ولا عبر من عين بكت ودمعت عليه، يعني على الإمام الحسين، وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة عليها السلام. هذا اللي نقوم به في المآتم يوصل إلى سيدتنا الزهراء البكاء على الحسين سلام الله عليه، وأسعدها عليه، يعني تكون سعيدة بهذا الفعل ترضى عنه، ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأدى، يعني اللي يقوم بهذا الفعل وأدى حقنا، وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية إلا الباكين على من؟ على جدي الحسين عليه السلام، فإنه يحشر وعينه قريرا والبشارة تلقاه، يبشرون تعال إلى الجنة، قال والسرور بين على وجهه، والخلق في الفزع، الخلق البقية هم في فزع ما يدرون وين يروحون، وهم آمنون، والخلق يعرضون، وهم حداث الحسين، يتحدثون مع من؟ مع الحسين. هذا معنى جليل، معنى عظيم، وقطف من القطوف الدانية اللي ما يفرط فيها الإنسان لما يسمع، إلا الأحمق، وإلا اللي يفهم ما يفرط في هذا الشيء. قال وهم حداث الحسين عليه السلام تحت العرش وفي ظل العرش لا يخافون سوء الحساب، يقال هذا الشاهد، يقال لهم ادخلوا الجنة فيأبون، إذن يسحبونهم يجرونهم يجودونهم يجيبونهم إلى الجنة، ها يوجد شيء عظيم يمنعهم من دخول الجنة، شنو هذا؟ قال فيأبون ويختارون مجلسه وحديثه، يختارون مجلس شنو؟ الحسين. تقع العيون على جمال أبي عبد الله في مضامين روايات أخرى، فيقولون ما زلنا ما شبعنا من النظر إلى الحسين، نريد ننظر إليه، هذا معنى التقوى. ولذلك بهر أعداء الحسين بنور الحسين، ها هذا قاعد والرأس قدامه، رأس الحسين قدامه وهو يضرب الرأس بالعصا ويقول ما أجمل هذا الوجه، أسنانه منضدة، يقول ما أجمل هذه الأسنان. وذلك لما أدخل السبايا، أدخل بنات رسول الله زينب وفاطمة وسكينة بقية الأيتام، زين العابدين الحبال في رقبته وفي رقبة ولده الباقي، قال ما ظنك برسول الله لو رأنا على هذه الحالة؟ قالت ابنة الحسين فكأنه رق لنا وما رق، فكأنه رق لنا وأمر بالحبال فقطعت. لكن هني المصيبة، مصائب عظيمة أمر بها سريعا. المصيبة الثانية شنو؟ قال وإذا ببنات الحسين يترفعن يتطلعن، لأن هناك شيء قد هفت قلوبها إليه. ما هو؟ رأس الحسين، رأس أبيهم في ذلك الطشت واللعين يضرب ثنايا الحسين. هذا وزينب تنظر، فقالت ألا وإن العيون عبرا والقلوب حرا، ألا فالعجب كل العجب
ألا كل العجب كل العجب من قتلك حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلق إلى أن قالت وإن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك منحنيا على ثنايا أبا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك ثم تقول غير متأثم ولا مستثم لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشد يا ويلي خطبت تلك الخطبة العظيمة اهتز المجلس حتى وصل الكلام إلى داخل دار يزيد فسألت هند من هذه الذي تخطب قيل لها زينب قالت أي زينب قيل زينب ابنة علي بن أبي طالب فهجمت في المجلس كاشفة الرأس يا ويلي منها الذي تخطب تتلهف شجية تشبه علي الكرار بالفاظ وحكي تشبه علي الكرار سجعتها ونثرها علي زيد تجر ولا سمعا تهرها يا هذه عجيبة بالعجل كشف خبرها يقولون عندي زيد نسوى خارج قالوا خوارج خوارج والذي وقفت خطيبة هزت المجلس هاي مسبية وغريبة يقولون اسمها زينب ومن أرض طيبة وحسين أخوها اللي انذباح بالغاطر طبت هند طبت هند مغضبة وكاشف الرأس سبت يزيد وظلت تخاطب الجلاس هل واقفة تخطب ما هي زينب يا هالناياس من بيت عز وكرم وأعظم هاشم بعد يا يزيد هالراس اللي يلوح باب داري هذا ما هو راس الصبط صفوة الباري والواقفات بمجلسك والدميع جاري كلهن خوات حسين عز الهاشم وزينب تفرغ بالاسماع ابكار الافكار من جوهر الهادي ومن خالص الكرار قلبت الراس العام وابن الطاغي احتيار وانكشفت اسرار وتبين كفر ميه نظرت الى ذلك الراس الشريف ونظرت إلى ما يفعل الطاغي بأسنان الحسين فنادت وأخاه وحسينا أنا عسايا أن انكتل واروح وياياك ولا شوفتي مخضوب بدماياك وشوف الرجس يضرب ثناياك يرى في اليتامى لا آية يا عدم نايك طبينا والديوان معقود وشماتنا بالمجلس اقعود وانا عتبي على مقطوع الزنود
أتمنى أتمنى يا بن سفيان سبع القنطرة وياي موجود وشوفك تحاجيني وتضرب راس أخويا بعود شب الحدايار وين عليه ضلع للنهايار ممدود ثم بعد ذلك أمر بالأيتام إلى تلك الخربة فأدخلوهم تلك الخربة التي لا تقيهم بردا في الليل ولا حر النهار وفي ليلة من الليالي انتبهت طفلة للحسين عليه السلام وهي تبكي وتنوح حتى طالبت عمتها زينب بأبيها الحسين قالت عم زينب الآن رأيت أبي الحسين في منامي أين أبي الحسين فلما سمعت النسوة ضجت ضجة واحدة ونادوا حسينا وصلت المياح إلى ذلك العربين على مائدة الخام كان جالسا سكرانا لما سمعا تلك الصيحة استفسر وقال ما الذي جرى أخبروه بالخبر آجركم الله قال خذوا إليها رأس أبيها بينما النسوة كذلك وإذا قد جيء بذلك الطشت المغطى بالمنديل قالت عم زينب ما طلبت طعاما ولا شرابا قيل لها إن في الطشت ما طلبت وضع ذلك الطشت بين يدي اليتيمة ورفعوا المنديل فلما رأت رأس أبيها احتضنت الرأس الطاهر أين المنادي وحسينا وسيدا ووضعت فمها على فم وهي تقول أبا يا أبا من الذي كسر أضراسك أبا يا أبا من الذي صنع بك ذلك أبا يا أبا من الذي أيتمني على صغر سني ما زالت اليتيمة كذلك حتى فارقت الحياة صاح مولانا زين العابدين عم زينب ارفع الرأس من حجر اليتيم فلقد ماتت أختي على رأسي إلا جابايا وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد ليش قطعيت بيه يا صندي وعفتني وعفتني ويا ناس مش أجاويد صاح العليل وصيحة تجيد ماتت يا عم اختي على لوري أنشأت زينب ما توهمت يا شقيق فؤادي أن هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطمة الصغيرة تكلم فقد كاد قلبها أن يذوب ما أذل اليتيم حين ينادي ولا يرى أباه مجيبا يا طفلة المظلوم خرت فوق راسه تقبله صيح بويا ضيعتني وقبل جنتم لا بقى العباس عندي ولا شباب من اخوتي يا ويلي روسهم فوق الأسنة والأجساد بكه
وانحنت فوق الشماية ودمعها بخدها سفوح، مسحت الدمع عن جبينه وشهقت وغابت الروح، ودارت النسوة عليها والحرم ظلت تنوح، وهو تسكين على جنازة اختها معولة، وكعبة الأحزان فرت والمدامع سايلة. اش سوت؟ مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين، وعن حجرها راس أبوها شالت بلوعة وحنين. دارت النسوة عليها وجددوا وماتم إحسين، وهو تسكن على جنازة إختها معوي. تصيح موتك يا حزينة ترى ذوب للقلوب، مددة والناس تتفرج علينا بالذنوب، لشق جيبي عليك لكن ما بقت لنا جيوب، والدمع خلص ولا ظل دمع لجلك نهمل، إلا صرخة نادت يا عمه بالعجل ودي خبر الكربلاء حتى يجينا بالفضل يحفر قبر. والشهيد حسين خلى يجيب كافور وسدر، والولد الأكبر يشوف اخته ونعشها يحكي. شلون ندفنها اليتيمة والأهل كلهم غياب، مددة والناس تتفرج علينا بلدة جنا، وين جدنا وين أبونا المرتضى داحي الباب، وين أهلنا ما دروا عدنا جنازة معطلة. وبقت هذه الحسرة في قلب زينب، فلما وصلت إلى كربلاء أخشي عليها وسقطت على قبر الحسين، فلما أهرقوا الماء عليها نظرت حول القبور، قالت يا أبا عبد الله هذه نساؤك، هذه عيالك، هذه بناتك، قم واستقبل عيالك وأيتامك وانظر إليها، فإنني قد بذلت ماء قلبي للحفاظ عليها. هذه سكينة، هذه فاطمة، هذه فلانة فلانة. وهي بلسان الحال صاحت بنفسي لسكت لك أطفالك، وبقلبي لعين لك عيالك، والموت لو يرضى بذلك رحنا يا ابو اليمة في ذلك. يا ويلي يا ويلي فاقت فاقت ندهت هذه عيالك، الخلفتها عندي مع اطفالك ما حد بالعدد منهم حجالك، ويسر الشام ما جدتك اخباره. هاي البيتين واسألك الدعاء. سمعت صوت، سمعت صوت يندب طفلتي، وين سمعت صوت يندب طفلتي وين رقية ليش ما هي ويا النساوين، تقل ماتت فاطمة بالشام يا حسين، شافت راسك مصابة ومصارة، طفلتك خويا طفلتك. ايدك على صدرك دقيقتين واسألك الدعاء.
طفلتك خويا طفلتك ظلت تنادي رايح سنادي طفلتك طفلتك خويا طفلتك طفلتك خويا طفلتك ظلت تنادي طايح سنادي ظلت تنادي طايح طفلتك جواب طفلتك خويا ظلت تنادي طايح طفلتك من وصلنا الشام خويا يا صنديد من وصلنا الشام خويا يا صنديد طلعت الظلام معلنة للعيد طلعت الظلام معلنة للعيد ترضى يا ضير غام ندخل على يزيد ترضى يا ضير غام ندخل على يزيد عيلتك خويا عيلتك عيلتك خويا عيلتك دخلت على الضال مربقة بحبال دخلت على الضال مربقة بحبال طفلتك خويا طفلتك طفلتك ظلت تنادي ظلت تنادي طايح ظلت تنادي طايح أمر أصحاب الطاغي بن ميسون أمر أصحاب الطاغي بن ميسون لدار الخرابة النهي نزلون سمعوا جواب الفاجر الملعون سمعوا جواب الفاجر الملعون عيلتك خويا عيلتك تكسر الخاطر ما لها ناصر تكسر الخاطر ما لها ناصر طفلتك طفلتك خويا طفلتك طفلتك خويا ظلت تنادي ظلت تنادي إلا بمجلس يزيد مخدرات حيدر الكرة من غير والي تصفق اليمنى باليسى سجادهم واقف
ودمع فوق الخدود مريض جسم من تحيل من ثيق للقيود زينب تنادي للدهر بالولي عود